متميزون على هذا المسرح كرموا، حيث أقام فرع حمص لمنظمة طلائع البعث حفل تكريم رواد الطلائع على مستوى الفرع بكافة الاختصاصات العلمية والأدبية والفنية والإعلام الصغير بحضور محافظ حمص طلال البرازي وفعاليات رسمية وشعبية على مسرح دار الثقافة. هؤلاء الأطفال الذين هم سيكونون عدة المستقبل في سوريا، وهم سيكونون بنات هذا المستقبل القادم الذي سينعم بالأعمار وبالنجاح وبالانتصار. نحن الآن نكرم رواد طلائع البعث الذين فازوا على مستوى المحافظة. سيكون هناك تكريم خاص لمن فازوا على مستوى قطر لنعزم فيهم روح الإبداع روح المعرفة. في إطار تعاون مشترك ما بين الجمعية العلمية السورية المعلوماتية ومنظمة طلائع البعث، اليوم عم نساهم في عملية تكريم الرواد الطلائع على مستوى القطر، لا سيما المتميزين منهم في مجالات مختلفة. أحب وطني كثيرا وسأفدي وطني بدمائي. هذه تفوقي إلى عائلتي وأرض سوريا الحبيبة ورجال الجيش العربي السوري. بهذا تكريمي للجيش العربي السوري وشهدائنا لسوريا الحبيبة. بهذا نجاحي لقائد الوطن وللوطن وللجيش العربي السوري. تخلل الحفل فقرات فنية فلكلورية قدمها الأطفال المشاركون الذين أكدوا إصرارهم على متابعة تحصيلهم العلمي وممارسة هواياتهم وإبداعاتهم والمساهمة في بناء الوطن.